Lesson 24. Reading of the hair at the end of the word. The letter hair at the end of a word is lengthened when the letter preceding it has a vowel sign. It is not lengthened when the letter mentioned is mad letters or with sukun, jazm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له له خلقه خلقه لعله لعله أمره أمره أطعمه أطعمه فله فله عنده عنده وحده وحده إنه إنه أجره أجره به به هذه هذه من ثمره من ثمره على قومه على قومه من بعده من بعده بيده بيده من دونه من دونه مثله مثله ربه ربه من رزقه من رزقه ملائكته ملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله خيره خيره وشره وشره منه منه فمنه فمنه نعمره
نعمره ننكسه ننكسه عملته عملته فبشره فبشره يعلمه يعلمه حملته حملته فسبحه فسبحه علمناه علمناه خلقناه خلقناه أحصيناه أحصيناه جعلناه جعلناه أنزلناه أنزلناه قدرناه قدرناه إليه إليه فيه فيه عليه عليه لديه لديه أخيه أخيه أبيه أبيه بنيه بنيه يغنيه يغنيه ملاقيه ملاقيه نبتليه نبتليه